يس اوكي اورايت. ممكن استاذن حضراتكم الاسئله نكتبها على ورقه لحد ما اخلص عشان بس هنخلص بدل ما نقعد نمر بالنهارده. اوكي ماشي، عشان اصل الجزء دوت هيبقى اتراكتيف قوي الاسئله انا عارفه. اوكي طيب بندي طبعا بدي سيف دراجز للبريجننس وللتشيلدرن الصغيرين وبتشوز البكتيريسايدال انتي بيرمز. وزي ما قلت لحضراتكم عشان خاطر البكتيريا بتختلف في السنسيتيفيتي فبنحب ان احنا نعمل كلتشر اند سنسيتيفيتي. بتعمل اشهر طريقه عندنا في المعمل بنعملها بالديسك ديفيوجن ميثود. طب في عندنا الامبيريك ثيرابي هي عباره عن بتدي انتي بيوتيك حسب البيست جاس انت فكرت انه المكان ده اكتر انفكشن فيه تبقى كذا واكوردنجلي رحت مدي او جايد بكلينيكال بيكتشر معينه فرحت مدي او ساينس اند سيمتومز رحت مدي الانتي بيوتيك. امتى مسموح للواحد ان هو يدي الامبيريكال ان هو لو سيريسلي ايه بحيث ان انا العلاج التاخير مش هيبقى في صالح العيان او كلوز ليجن انا مش عارفه اوصل اخد عينه واحد عنده ابسس اخش اجيبها ازاي برين ابسس او وات ايفر يبقى كلوز ليجن مش عارفه اوصل لها. ف بس في هذه الحاله لو هو سيريسلي ايه طبعا زي ما اتفقنا انت هتدي امبيريك بس بيفضل حضرتك تاخد عينه وتبعتها قبل ما تعمل الامبيريك ثيرابي. الكومبايند ثيرابي بقى الكومبايند ثيرابي يعني بدي اكتر من انتي بايوتيك مع بعضيهم. دي بتبقى لها قوانين وشروط بديها امتى. ممكن واحد عنده نيوتروبينيا فبراير نيوتروبينيا يعني كره الدم المحدوده بتاعته قليله فهو مش عارف يساعد نفسه مش هيعرف يعالج نفسه خالص مفيش مناعه عنده فانت بتدي له انتي بايوتيكس كتيره عشان انت اللي تساعده. سيريسلي البيشنتس في التي بي بندي الانتي بايوتكس لان العيان في التي بي بياخد العلاج ست شهور فلو اديته انتي بايوتك واحد ست شهور هيديفلوب ريزيستنس لا محاله فانت بتدي اثنين او ثلاثه او اكتر ليه؟ عشان لما يطلع ريزيستنت ميوتنس لده ده هيموته ولما يطلع ريزيستنت ميوتنس ده ده يموته يعني كل انتي بايوتك هيموت الميوتنس بتاعت التاني بلس انك هتقلل الجرعات عشان ما يحصلش توكسيستي سايد افكتس. بندي كمان كومباين ثيرابي في النكست انفكشن بس خلي بال حضرتك وانت بتشتغل بالانتي بيوتكس انت بتلعب بسلاح قاسي لان انت ممكن تكون بدل ما هتفيد العيان خطبه. يعني مثلا فور اكزامبل في عندنا بعض الانتي بيوتكس لو اديناهم مع بعض بيشتغلوا عكس بعض ما بيبقاش في افكت. اشهر مثال انتاجونيستيك البنسلين والكلورامفينيكول. البنسلين والكلورامفينيكول مع بعض 1 بلس 1 اقل من 1 يعني كنت خالدك بالكورن في نيكول لوحده او بنسلين لوحده بينما في حاجات بتعمل سينرجي. سينرجي يعني ايه؟ 1 بلس 1 اكتر من 2. اشهر مثال عندنا الفانكومايسين وجنتامايسين في حاله الميرسل. في اندفرنس 1 زائد 1 يساوي 1 يعني انت كلفت العيان وبس يعني انت خليته يشتري لي 2 انتي بيوتكس بينما الاثنين جابوا الايفكت بتاع واحد بس. واخيرا في 1 زائد 1 يساوي 2 يبقى دي كلها حاجات تبقى عارف وانت بتشتغل بالانتي بيوتكس. ايه الكومبليكيشنز اوف انتي بيوتكس؟ طبعا الكومبليكيشنز اوف انتي بيوتكس اربعه بنقول التوكسيستي او الوحده توكسيستي يعني سايد افكتس بتظهر. عندنا مثلا فور اكزامبل الامينو جلايكوسايدز بتعمل بون مارو بتعمل نفو توكسيستي الكلورفينيكول بيعمل بون مارو ديبريشن الستريبتومايسين بيعمل نيرف تافنس. في عندنا كمان من ضمن السايد افكتس الرجي انا عندي البنسلين نفو توكسيك لا يا دكتور كتير سايكل لا كتير سايكل الالرجي بنسلين دي تيكن باي انجكشن طبعا بتعمل الرجي لازم نعمل سكين تيستنج قبلها وهيحصل هايبر سنسيفتي ريأكشنز بالتفصيل. ريزيستنت ميوتنس ريزيستنت ميوتنس يعني ايه؟ المفروض ان انا البكتيريا طبيعي او اي خليه طبيعي بتعمل ميوتيشن كل كذا مليون خليه فانا لو انا عمال ادي نفس الانتي بيوتيك بكميه كبيره عمال على بطال انا عمال
يعني بيحصل ايه؟ بيموتوا السنسف وفي الاخر بيبقى في عندي ريزيستنت، وهم دول عمالين يكتروا 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 ويفضلوا موجودين في المجتمع. يبقى انت كل ما بتستعمل نفس الانتيبيوتيك مرارا وتكرارا انت بتربي الريزيستنت ميوتنز. واخر حاجه السوبر انفكشن. ما المقصود بالسوبر انفكشن؟ اتفقنا مع بعض ان احنا عندنا نورمال فلورا موجوده عندنا في اماكن كتيره في جسمنا. انا لما باخد انتيبيوتيك، الانتيبيوتيك مش عارف الانفكشن فين، هو داخل هيموت كل البكتيريا اللي في جسم البني ادم سواء كانها بتاثر فيه سواء كانت نورمال او باثوجينيك. اوكي؟ سو لو الواحد خد انتيبيوتيك بقى فتره طويله ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان النورمال فلورا اللي حساسه للمضاد الحيوي ده هتموت. طب لما النورمال فلورا حساسه للمضاد الحيوي ده تموت ايه اللي يحصل؟ مش كل البكتيريا هتموت، في بعض النورمال فلورا ريزيستنت. بس خلي بال حضرتك، هو ربنا سبحانه وتعالى لما بيخلق النورمال فلورا خليهم بنسب، يعني مثلا في الاورال كافيتي انتوا خمسه فصائل مع بعض، لو اربعه ماتوا الواحده دي هتلاقي نفسها لوحدها مش هتاخد بقى الخمس، هتنتشر في الاورال كافيتي كده بقت انفكشن. يبقى انفكشن بحاجه كانت عندي لان انا لقيت ان مفيش حد غلط مكان واسع تبتدي تتكاثر وتعمل انفكشن، يسمى ده سوبر انفكشن. نتكلم في نقطة الريزيستنس تو انتي بايوتكس، ودي نقطة مهمة جدا. أنا عندي ريزيستنس لانتي بايوتكس بيبقى في ناتشورال وفي اكواير. ناتشورال يعني إيه؟ طبيعي. كنت في أول ما بدأنا قلت لكم أنا عندي السيل وول موجودة في كل البكتيريا ما عدا عيلة أو بكتيريا اسمها مايكوبلازما. مايكوبلازما ما عندهاش سيل وول، يبقى عيان عنده مايكوبلازما انفكشن ما عندوش بنسلم. هي طبيعي خلقتها مفيش عندها سيل وول، يبقى لو اديت بنسلين مش هيشتغل، يبقى ده المقصود بكلمه ايه؟ ناتشورال. اوكي؟ يبقى ناتشورال يعني التارجت اللي انت هتديه مش موجود عندها اساسا، فبتديه ليه؟ بتضيع وقتك، اوكي؟ يبقى ايه؟ ناتشورالي انسيستنت، زي ما يقول لك في بعض الجرام نيجاتيف البورز عندها صغيره جدا، ففي بعض الانتي بايوتكس لو اديتها مش هتعدي الخروج. يبقى انت بتضيع وقتك وبتضيع وقت العيان، يبقى دي طبيعي زي قلتها ان احنا نديها في العلاج. انما الاكوايرد ده هنا حصل تغير في الجينوم بتاع البكتيريا. يعني كانت طبيعي سنسيتيف وقلبت، وده السبب اللي بيخلينا ان احنا لازم نعمل انتي بايوتيك سنسيتيفيتي كالتشر اند سنسيتيفيتي. الاكوايرد عباره عن ايه؟ هقولها لكم نقاط. هي عباره عن ايه؟ هو الانتي بايوتيك داخل يا اما تقفل بوابات بحيث انها تمنع الدخول، يا اما لو دخل تجيب بروتين كارير يطرده يديله شلاليت كده ويطلعوا بره. يبقى في محصله الموضوع ايه؟ انه ما بقاش في انتي بايوتيك جوه. اهو ما بقاش في انتي بايوتيك جوه. الطريقه الثانيه اطلع انزيمات، اطلع انزيمات بحيث ان الانزيم يكسر الانتي بايوتيك فما يخشش. الطريقه الثالثه انت عم انا الانتي بايوتيك الفلاني هيجي يمسك في الريسبتور الفلاني في البكتيريا تغير الريسبتور. بس كده انت جايه تضربي الريسبتور ده اغير لك الريسبتور ده. دي الطريقه الثالثه اللي بيسموها تارجت موديفيكيشن. او البكتيريا بتشتغل على باث واي معين تعمل ميتابوليزم. يعني تمشي بتعمل خطوه ثم خطوه ثم خطوه. فانت بتدي الانتي بايوتيك عشان يضرب الخطوات دي، تروح تعمل ميتابوليزم بطريقه ثانيه خالص. ولا تبعد عن السكه بتاعتك خالص، اوكي؟ These are different ways of antibiotic resistance. اوكي؟ في حد فاهم اي حاجه لحد دلوقتي في السرعه اللي انا بجريها دي؟ تمام. Sterilization and disinfection. موضوع مهم بختم بيه. التعقيم والتطهير والفرق بينهما حاجه واحده. انا عندي Sterilization يعني معناها ان انت شلت كل حاجه على الآلة دي. بينما disinfection دي لفظ نسبي. شلت كل حاجة ممكن، بس في حاجة واحدة بس ممكن تبقى موجودة، سبورز. يعني لو سألت حضرتك إيه الكائن اللي ممكن يفضل على قيد الحياة في disinfection بينما أنت متأكد 100% إنه راح في sterilization هو سبورز. أوكي؟ يبقى ده الفرق بين الاثنين، طبعا ده اسمه تعقيم وده التطهير. طيب. ده الكلام اللي احنا قلناه. لان بقى التطهير لفظ نسبي، يعني بقى في فصال في الكلام بقى وبناخد وندي مع بعض، راحوا مقسمينه هاي ليفل، انترميديت ليفل، اند لو ليفل ديسانفكشن. الهاي ليفل
ده يكاد يصل للستيرلايزيشن. يمكن بعض السبورز بس اللي بتموت، حاجات بسيطه قوي اللي بتموت، لكن اللي ما بتموتش، لكن كل حاجه ثانيه بتموت. هاي لاند انفكشن از فيري امبورتنت، اهو بيموت كل البكتيريا، كل الفنجاي، كل الفيروسز، كل حاجه. يمكن سبورز بس هي اللي لسه موجوده. لما ننزل خطوه ونشوف الانترميديت ليفل، ده بيموت معظم الفيروسز والفنجاي، معظم البكتيريا، حتى المايكرو بكتيريا. اللو ليفل يفترق عن الاخرين ان المايكرو بكتيريا تيوبركلوزس هتفضل عايشه. يبقى انت الفرق بين اللو والاثنين اللي قبليها المايكرو بكتيريا تيوبركلوزس. طيب انا بحب الصوره دي لانها بتوريك مقاومه المخلوقات كلها بتاعت المايكروبيولوجي للستيرلايزيشن والانفكشن. اعلى مقاومه بالبرايلز ويليها سبورز واضعفهم هيدا لكم كلامي ليبيد انفلوب فايروس زي الهيباتيتس بي وزي الاتش اي في وزي الهيباتيتس سي. يبقى اكتر حاجه بنخاف منها هي اعبط حاجه موجوده ممكن تتاثر باي حاجه صوان ان احنا نعمل الحاجه صح. يعني كمان في عندنا يس يعني برايز يقعد مع سبورز عشان كده البرايز فاكر لما قلنا البرايز 134 ل 30 دقيقه لانها هاي ريسز اعلى من سبورز. ما هو طبعا بس سبورز هي الاساس يعني انه هي اقل درجه من البرايمز بالظبط كده. اوكي الانتي سبتكس طبعا دول لفظين انا ساعات يقول لك ديسنفكتنت وساعات يقول لك انتي سبتك. طبعا كدكاتره نمط دول بيشتغلوا بالانتي سبتك. الانتي سبتك از ا ديسنفكتنت سيف تو يوز على الميوكوس ممبرين والسكين. اوكي يبقى مش كل مطهر هيبقى انتي سبتك. يعني مثلا فور اكزامبل الكلورين مش انتي سبتك، بينما الايثايل الكول از انتي سبتك. فهمتوا القصه ماشيه ازاي؟ يعني this is what I'm trying to الهيدروجين بيروكسيد اعتبره انتي سبتك. اي حاجه ممكن تشتغل بيها على السكين والميوكوس ممبرين اعتبرها انتي سبتك، اذروايز اعتبره ديس انفكتوس. طبعا قبل ما تفكر تعمل ستيرلايزيشن ديس انفكشن لازم اعمل بروبر كليننج، ودي يمكن نقطه مهمه بيغفلها كثير. الاله اللي خارجه من اوضه العمليات مغطاه ببلاد وبميوكس وبوات ايفر، لو انت خدتها زي ما هي كده او حطيتها في الاوتوكلاف او حطيتها زي ما هي كده وعايز تحطها في الديس انفكتنت مش هيشتغل بالكفاءه المطلوبه منه. الناس اللي قالوا لك تستعمل الكلورين او تستعمل السايدكس او تستعمل وات ايفر كانوا بيكلموك على اساس ان انت خدت الاله الاول وعملت لها بروبر كليننج بالبرش كده وميه بتجري وبروبر كليننج ولو في ديترجنت كمان وقعدت عملت براشنج لحد ما وقعت كل حاجه. هم ده الكلام. ونقطه ثانيه مهمه برضو بالنسبه للفيل اللي بيشتغل بالديس انفكتنت، الفرق ما بين الاله لما هتدخلها للتعقيم لو كان اوتوكلاف والاله لما تشتغل على ديس انفكتنت مطهر، ان في حال استخدام المطهر لابد ان تكون الاله جافه. عشان انت في المطهرات تشتغل بحاجات تركيز، يقول لك سايدكس 2% كلورين 5.25%، يبقى حضرتك لو عاملها لو هي مبلوله انت لعبت في التركيز، يبقى قصرت في كفاءة المطهر، اوكي؟ لكن في الاوتوكلاف ولا يهمك، مبلولة مبلولة، مش مشكلة، اوكي؟ ده الفرق كمان في حالة الستيرلايزيشن سيفكشن. طبعا الدي كونتامينيشن ده لفظ عام بيلم كل حاجة بقى، بيلم الكليننج والستيرلايزيشن والديسانفكشن. طبعا احنا بنقسم ادواتنا ازاي؟ يعني هي الآلة دي أعمل لها ستيرلايزيشن وديسانفكشن، أعمل إيه فيها؟ تشوف الآلة دي رايحة فين. يبقى أسهل طريقة عشان تعرف تحل السؤال ده إنك تشوف الآلة دي رايحة فين. حسب هي رايحة فين هتعرف. بنقسم الآلات إلى كريتيكال، سيمي كريتيكال، أند نون كريتيكال. كريتيكال يعني آلة داخلة مكان سترايد بودي كافيتي البلانت، دي آلة كريتيكال. طب هتعمل فيها إيه؟ أعمل فيها ستيرلايزيشن، مفيش مثال. اي حاجه بتعمل تعقيم مالكش دعوه بالتطهير خالص. اوكي يبقى اي حاجه كريتيكال هتعمل لها ستيرلايزيشن. اي حاجه بقى سيمي كريتيكال، سيمي كريتيكال يعني هتتعامل مع ايه؟ مع الميوكوس ممبرين.
يبقى حاجة هتلامس الميوكس ممبرين أو نون انتاكت سكين زي الاندوسكوب زي الترمومتر زي أدوات مثلا ممكن حضراتكم تستخدموها على الميوكس ممبرين دول ممكن تعتبرهم سيمي كريتيكال لو المتهيألي لو هتخش جوه الجلوب المتهيألي دي هتعتبر كريتيكال دول شو ازاي؟ Alright يبقى السيمي كريتيكال هو لا يقابل الميوكس ممبرين على أساس إن الميوكس ممبرين أساسا فيها نورمال فلور فيعني ما بلاقيش هتعمل ايه فيها دي حضرتك؟ هعمل هاي ليفل ديسانفكشن يبقى هتشوف كل الحاجات اللي بتعمل هاي ليفل ديسانفكشن وتشتغل بيها. النون كريتيكال ده اللي بيلامس الانتاكت سكين جلد مقفول خالص. في الحاله دي ممكن نعمل انترميديت او لو ليفل ديسانفكشن. ايه انواع الديسانفكشن؟ انواع الديسانفكشن في عندنا الكيميكال بالمطهرات وفي عندنا بي البويلنج بالبسترة وبي الأشعة فوق البنفسجية. كل دي مطهرات قدام حضراتكم. أنا عندي الإيثايل ألكول والوايت وورمايز اللي هو زي الكلوركسيدين وعندي الكلورين ما ننساش طبعا في أول العمليات البلود سبيلز التعامل مع الدم ملوش حل غير كلورين. Right? Very important. Chlorine for blood spills هو ده اللي هيموت لك كل الحاجات اللي انت خايف فيها في البلود. الفينول ده عشان الارضيات والكواترنري امونيوم كومباوندز دي كلها مساحيق للارضيات انما الهيدروجين بيروكسيد مهم عشان الكونتاكت لانسز حضراتكم عارفين والباراسيتيك اسيد نيجي بقى دول الباراسيتيك اسيد والجلوتالدهايد دول انا بعتبرهم هاي ليفل ديسانفكشن ولو عليت في التركيز اكتر ممكن تشتغل بيهم ستيرلايزيشن يبقى الاثنين دول لو علينا التركيز معين مده معينه قلبوا من هاي ليفل ديسانفكشن بقوا كمان بيعملوا تعقيم يعني السايتس فور اكزامبل 2% هو بس بينته اوفر نايت يعني من اخر مره العمليه لحتى اليوم الصبح كده عمل ستيرلايزيشن بقى اشتغل از ستيرلايز. المايه المغليه بقى ديت بتبقى 100 درجه تلت ساعه واتفقنا حضراتكم عارفين ان التلت ساعه منذ بدء الغليان مش من ساعه ما حطيت الاله لا منذ بدء الغليان تلت ساعه بويلنج ووتر بيعمل لك هاي ليفل ديسانفكشن. في كمان البسطره طبعا بسطره اللبن دي مش مشكلتنا دلوقتي لكن في عندي ادوات في عندي الات بتعمل باستورايزيشن البسطره في حد ذاتها بتعمل هاي ليفل ديسانفكشن. اوكي انا عندي في ادوات بيشتغلوا بيها الجراحين وادوات بيشتغلوا بيها دكاتره التخدير هتبوظ لو تعرضت لسخونه الاوتوكلاف يعني هتبوظ لو تعرضت ايفن هتبوظ لو تعرضت ل 100 درجه مئويه ففي اجهزه بتعمل بسترة بتعمل ايه؟ 77 درجه ل 30 دقيقه الدرجات دي في الوقت ده هتعمل هاي ليفل سيفكشن. في جهاز كده معروف بيعمل باسترايزيشن او الريسبيراتوري والانستيزيا ايكويبمنت. الاشعه فوق البنفسجيه بشتغل بيها في اوض العمليات وبشتغل بيها عندي انا في المعمل بتعمل لي تطهير ما بتعملش لي تعقيم. طبعا التعقيم في حاجات كتيرة قوي بتعمل تعقيم هنذكر منها طبعا الاوتوكلاف. عندي الاوتوكلاف بيشتغل بالمويست هيت عندي فرن الهواء السخن ده بيعمل دراي هيت اللي قدام حضراتكم دول كلهم دول طرق بديله زي ما كنت بقول لحضراتكم الهيدروجين بيروكسيد 6% اللي موجود عندنا في السوق بيبقى 3% انما انت لو عينت بالتركيز 6% بيعمل لك ستيرلايزيشن الباراسيتيك اسيد برضه التركيز عالي يعمل ستيرلايزيشن السايدكس 10 ساعات 2% يعمل ستيرلايزيشن كل دي حاجات بتعمل ستيرلايزيشن. لو حبينا نتكلم على الهيت الهيت احسن طريقه طبعا ارخص طريقه واكثر طريقه افكتيف هي الهيت بتعمل ستيرلايزيشن. انا عندي الاوتوكلاف الاوتوكلاف بيصل درجه حراره 121 تلت ساعه او 134 من 3 ل 4 دقائق واتفقنا الفاينز بتبقى عايزه 134 لنص ساعه. ايه تاني مهم بالنسبه